لأول مرة في الأسابيع الأخيرة صار أن المثقف يلتصق بالشعب ويحكمه على اللي قاعد يقول فيه حول الإسلام. كان مسألة اختصاص، هي مسألة كيفاش الإمام يتكلم، الشيخ يتكلم، المدرس الزيتونة يتكلم، المختص الإمام إلى آخره. الآن فاق المجتمع، وهذا حسيته أنا حتى في ذاتي شخصيا، لكن نعمه على كل الناس. قبل كيف كان حامد نصر أبو زيد في مصر يقول أن النص القرآني لا أستطيع أن أدركه إلا بمدركاتي البشرية، ولذا فإنه نص أدبي ككل النصوص في كتابه، قامت القيامة وحتى حد متحرك، حتى حد ما فهم الحكاية. أنا كيفاش يحاكم الأزهر ويطلق له مرته لأنه مرتد، والمرتد لا يجوز أن يتجوز، أن يكون يبقى زوج امرأة مسلمة. لما أعدم شنقا محمد محمود طه لنفس الأسباب، أنا الشعب العادي لم يتأثر ولم يكون معاه ردة فعل. الآن لا، الآن أنا سمعت بأنه ناس بسطاء عاديين لا ثقافة لهم بالمعنى الأكاديمي ولا حتى المدرسي الكلمة، قالوا احنا مع وجهة نظر يوسف الصديق. الفضاء العام يجب أن يخلى مما هو نقاش ديني وتكفير وحتى شكر لبعضنا البعض. الفضاء العام ما هوش هذا، مش المحل بتاع المسائل هذه. سؤال مهم جدا وطرح علي طوال من أصدقائي، زملائي، أقاربي، أبنائي، لماذا أستجيب لبعض الدعوات مع في مكافحة ناس يعتقدوا يلوموا علي أنها ما يستاهلوش أن الواحد يقف قدامه؟ أنا لا، أنا بيدغوجيتي هو أني أكافح، وأي إنسان ما يشهرش عليه سلاح، أي إنسان مهما كان ومهما كان قرفي من مخاطبتي. ساعات الناس اللي سبوني في خطب جمعية سبوني ساعات ببذاءة، معناها ببذاءة تستحق أن الإنسان يقف عليها. نعتقد أنه خدمة للناس وخدمة للمعادلة الإعلامية، معادلة إعلامية. أنا نعرف اللي كل ما يدعوني، كل موقع إعلامي سواء مكتوب أو مسموع أو مرئي مسموع لمصلحته، أنه عميل يسمعني كتبت كتاب أو اتصلت بتهديد أو كذا، فتصبح مادة عالمية، ولذا يدعوني حتى يقوي من نسب المشاهدة متاعه. مانيش مغرور أنا مش نقول استدعوني لقيمتي، عنده معادلة، المعادلة هذه تدخل في معادلتي أنا. أنا عندي معادلة، هو أنه كما قلت لك في سابق الأجوبة، نعتقد أنه معادلتي هي النفاذ إلى النخب. أتحدى كل من ناقشني في هذه المسألة وكل المسائل التي تتعلق بجوهر الدين، بأصول الدين، بأصول القرآن، بعلوم القرآن، أتحدى أنه اللي قلت الكل ما هوش مقتنع به هو نفسه. الناس مقتنعين، أنه الناس حتى الأتقياء المتزمتين مقتنعين بأنه القرآن عمل تاريخي نوقش واعترض عليه في زمن فعله من طرف صحابة عندهم نفس القيمة من الصحابي الخليفة الذي وضع المصحف. الناس كل مقتنعين، لكن الجديد في المسألة هو أن المسألة هذه أصبح المواطن العادي قادر أن يتساءل فيها، أن يقوم بالاستفهام هو فيها. إذا كانوا عمل تاريخي، شكون هو كانت مقاصده لويه، ولماذا لم يختر تصنيف المصحف أو تنظيم المصحف نتاع عبد الله المسعود، ولماذا عائشة أم المؤمنين قالت كذا؟ هذا كله متأكدين منه، موجود في كل كتب التفسير. الجديد هو الآن أصبح متداول عند الناس، وعندما يصبح متداول عند الناس يصبح كل ما فعل
بالوحي وبالقرآن وبالتمييز بين القرآن وبين المصحف يصبح صالح للنقاش عند كل مواطن تونسي مهما كان حتى عمره ما دخل المدرسة. هذا هو الفتح العظيم حتى نأخذ تعبير القرآن. هذا الفتح الكبير، فتح كبير أنه أصبح من حق أي إنسان، ويرجعنا هذا لما كنت قلته، هو أنه ما عناش رهبنا في الإسلام. كل الآيات الاجتماعية، كل الآيات التي تخص الرق العبودية، كل الآيات التي نزعت لأنها تعدت زمانها في تونس ومدة 50 سنة لم يقع عنف واحد، آية تعدد الزوجات وهي مرفقة بآية ما ملكت أيمانهم. كيف يمكن أن يكون هذا صالح لكل زمان ومكان؟ كيف يمكن أن تخاف نشوز المرأة وأن تمسكها في بيتها حتى يتوفاها الموت في سورة النساء آية 34-35؟ كيف يمكن أن تدرج عقاب المرأة في أن تعيضها وتهجرها في المضاجع ثم تضربها؟ هذه كيفاش تحبها صالح لكل زمان ومكان؟ خاصة ونحط نفسانيا واجتماعيا الآن المرأة التي تهجرها في المضاجع ليس بعقاب، يمكن تقول لك ارتحت منه الرجل كما عادش يضاجعني في الواحد، لأنه النفسيات تغيرت، المرأة صار أصبحت تخرج وأصبحت يجيها رضا على نفسها وعلى جمالها وحاجة من المجتمع الآخر، وربما تذهب حتى اتخاذ الخليل حتى نفسانيا. كان تهديد الهجران في المضاجع على ما يصبح تهديد، وثم الضرب لآية 15 متاع النساء واضحة، وغيرها وغيرها من الآيات. فعندما يقول المفتي التونسي أنه الآية في الإرث صريحة ولا يمكن أن نتجاوزها، الآية صريحة في السرقة لينادي بأن نقطع يد السرق في الشارع الآن كما يفعل في بعض البلدان العربية الأخرى، أو الجلد الزانية والزانية أو في شهادة الزور أو كذا إلى آخره. إذن معناه رحمة الرب مهما كان في أي ديانة معينة، رحمة الرب لا تتفق مع أنه يربطني ملايين السنين إلى نهاية الساعة بقوانين القرن السابع وبظروف القرن السابع. حضور الدين أكثر من لازم، شوف حضور الدين حتى في اللغة العادية، كل ما يقول لي إنسان أعدك بشيء كان حب ربي وإلا إن شاء الله وإلا كان عشنا أحترز منه، لأنه الذي وعدني بشيء معين مدين هو مدين لي به، عندي 90% أنه لما يقول لي كان حب ربي ما هوش خلص، على خاطر عنده المنفذ أنه ما حبش رب. يجيني بعد المدة اللي تاع الوعد يقول لي ها ما حبش رب، شنو نناقش من الأول؟ ما نجمش نناقش. بينما هالبداهة هذه هي حيلة، البداهة يعني طبعا إذا كان أنا وعدتك باش نجيك غدوة ونموت، لأنه ربي قادر أنه يموتني قبل ما نجيك، أنا في الثنية باش نجيك. ولذا ما تلقاش في حتى لغة حتى المؤمنين وحتى الدين حتى المؤمنين هالمغالاة في هالجمل الاعتراضية، حب ربيك إن شاء الله كذا كذا، احنا في كل دقيقة تانية. وهذه الثرثرة هذه ثرثرة علامة عدم ثقة في أخلاقه الذاتية الدنيوية. ولذا نعتبر جوابا على سؤالك أن الفضاء العام مختنق بالمسألة الدينية اختناق غير طبيعي وغير ذي نية صافية. أنا نعتبر تونس بدأت من عندها تقاليد متاع البحث عن العلمانية من كتابات الثعالبي التي أخافت الاستعمار، خاف الاستعمار أن تحدث البلبلة في الأوساط الإسلامية، فمنع الكتاب وحاكم الكاتب. بعدين طاهر حداد الذي ناقش زمنية أو جدوى بعض الآيات القرآنية في مراءتنا في الشريعة والمجتمع، ولاقى
مشاكل كبيرة، وبعدين كوكبة وطائفة كبيرة منذ الاستقلال لتوا، طائفة كبيرة من العلماء والباحثين والجامعيين اللي قاعدين مثلا نعطيك في تالي هشام جعيل ولا واحد كان يجرؤ على أن يقول أن محمد عندما ولد لا يسمى محمد، كما لم يكن أجرأ أحدا يقول للشعب البسيط أن المصحف ليس القرآن. ولذا احنا عنا نواة كبيرة في تونس للخروج من ظلميات الإسلام اللاهوتي حتى نؤسس لإسلام أصح وأجدى يربي الفرد، يربي الفرد. يعني عمري ما أتصور لتونس لن تصبح مسلمة، تونس تقعد مسلمة وبش تقعد مسلمة والإسلام فيها كبير برشا، لكن على الأقل يكون إسلام مجرد من الترهات ومن الأساطير ومن الخزعبلات التي يستعملها للناس للتدجيل على الناس. نهضة ما زالت تناور سياسيا مثلا مناورتها في وضع يهودي على قائمة البلديات، أعتقد أن سبق لإحراج الناس الأخرين، لأنه يعني أولا ساعة اليهود القادرين في التوانسة القادرين ولا المتطوعين لأن ينضموا إلى، هم قلائل جدا ما ننساوش اللي معنا 2000 يهودي في تونس على 11 مليون، هذا بداية المناورة عندي أنا. لكن في تونس باعتراف النهضة موجودين ناس اللي علمانيين أو حتى كما يقال، أنا لا أعتقد في المفهوم الكلمة ملحدين، علاش بتحطش ملحد؟ ترى خلينا نشوف، ما مواطن تونس، علاش تحطش مثلي؟ ما هو مواطن تونس، شو المشكلة؟ ولذا أنا لحد الآن أعتقد أنها مناورة، وأعتقد أنه كل حزب إسلامي، كل حركة تقول أنا إسلامية لا يمكن لها أن تكون في المواطنة بمعنى المواطنة العادية. لو كان لي لا طلبتهم قبل كل شيء النهضة بأن يلغوا القانون الأساسي بتاعهم، يلغوا اللائحة التي أسستهم واللي هي تقوم على أفكار المودودي اللي هي أفكار الإخوان المسلمين الكل. لذلك يمكن أن يقولوا لي للمجرد المظاهر أن أموره يتلهالي بالدعوة والغنوشي وغيره وعبد الطيف المكي يتلهولي بالسياسي، لا لا والعرايض وكل. أنا أعتقد أنه أحسن موقع للحزب الديني أو الحركة الدينية هي أن تعتزل السياسة. حجة دينية قاعد نستعمل فيها حتى نقول لابد أن ترفض كحجة، لأنه لا أستطيع أن أناقش واحد يمن بحاجة بأنا نمن بحاجة. لا يقرع الإيمان بالإيمان، وإنما يقرع المنطق في المنطق ضمن الفضاء الاجتماعي العام. أنا واضح.